إن الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد حقا إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا في سماه، وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إلا الله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ندخرها ليوم العرض على الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه وأحبه وارتضاه وقدمه على كل من سواها، كل ذلك من الله ولا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدى هدى رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان، أعروني الأسماع والأبصار والجنان لنرحل سويا ونقف مليا مع كتاب ربنا الواحد الديان وسنة نبينا العدنان وسيرة صحابته الكرام. فأقول وبالله أستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل. أيها الأفاضل الأكارم، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن عبادة جليلة 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 جدا، عن عبادة ما أحوجنا إليها، لأنها من أعظم أسباب كشف الكروبات ورفع الهموم وغفران الذنوب والسيئات، وهي عبادة يعبد بها رب العالمين في الأرض وفي السماوات. هذه العبادة هي الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، للأسف الشديد كثير منا لا يصلي في حياته على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو يعلم الفضل في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لأدرك ذلك جيدا. الله تعالى أخبرنا أنه سبحانه هو يصلي على رسول الله، هل من وراء هذا كلام؟ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. عباد الله، الصلاة على رسول الله فرض واجب على كل واحد منا ولو مرة في العمر. فوق ذلك هي إشارة إلى مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه ومولاه وخالقه الذي خلقه واصطفاه، إجلالا لقدره وتعظيما لشانه، وإشارة إلى قربه من ربه. أنا الآن سأتكلم لا عن رجل كالرجال، ولا أتكلم عن مخلوق كباقي المخلوقات، إنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يخلق الله عز وجل في البشرية رجلا مثله. ولهذا قبل أن نذكر هذه الفضائل، خاصة ونحن الصيام، نكثر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل حياتنا في كل الأوقات، ويتأكد هذا يوم الجمعة. لهذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا، لم يقل صلوا، وسطر على كلمة أكثروا،
يعني ليس العبرة أن تصلي فقط، العبرة أن تعيش مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أكثر من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليه، تصلي. قالوا يا رسول الله كيف تصلك صلاتنا وقد أرد، يعني صرت رميما ترابا هو في القبر. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني تصله، ويستحب هذا خاصة اليوم جمعة وليلتها، يعني في الخامس من غروب الشمس إلى غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. رسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن سأضعك في الصورة لتدرك مكانته، لماذا كان الصلاة عليه من أجل العبادات. ما من نبي يا إخوان بعثه الله وأرسله الله إلا ويناديه رب العالمين باسمه في القرآن، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يناديه ربه باسمه أبدا، لشرفه وكرمه عند خالقه ومولاه وربه الذي خلقه واصطفاه. الله تعالى لما نادى نوحا قال آدم، قال يا آدم باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال يا نوح اهبط بسلام منا. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يا عيسى خذ الكتاب بقوة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. كل الأنبياء نادهم الله في القرآن بأسمائهم، فلما نادى الله أشرف الأنبياء قال يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه، لم يناديه ولا موضع في القرآن. قال الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد كاش، حتى لما ذكر الله اسم محمد في القرآن ذكره مقرونا بالرسالة أو النبوة، يعني يذكره ثم يذكر أنه رسول. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه، لا يذكره وحده، إذا ذكره وحده يذكر معه الرسالة. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فليس هناك موضع في القرآن ينادي الله رسوله يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أولا لكي تدرك مكانة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تدرك فضلها عندما تدرك مكانته عند ربه. الأمر الثاني من حب الله للنبي عليه الصلاة والسلام اشتق له اسما من اسمه، اختار له اسما وهو النبي الوحيد. الله عز وجل من أسمائه الحميد، والحميد مشتق من الحمد، فسمى الله رسوله محمدا من الحمد نفس الشيء، حتى يقول حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى قال أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. بل من شرفه وكرمه لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يذكر الله في الآذان، في الإقامة، في التشهد، يوم الجمعة، يوم العيد، يوم عرفة، في كل مكان يذكر الله ويذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعنى في قول الله تعالى في سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال الحسن البصري ورفعنا لك ذكرك، أي لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل من أعجب ما يذكر أن الله عز وجل زكاه في كل شيء، ما كاش موضع في النبي عليه الصلاة والسلام إلا وزكاه الله فيه. زكاه الله عز وجل في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه الله في قلبه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى،
زكاه الله في علمه، قال علمه شديد القوى. زكاه الله في صدقه، فقال وما ينطق عن الهوى. زكاه الله في رحمته، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم زكاه الله في أخلاقه كلها، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. عليه الصلاة والسلام، رسول الله قد جاوزت قدري في مدحك بيد أن لي انتسابا، وما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك جاوزت السحابا. إذن هذه باختصار مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اسمع الآن أيها الأفاضل، اسمعوا، إذا تربيت وربيت هذه النفس واعتدتها على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا إذا قلت الصلاة يا إخوان عليه، يعني تعتادها، أنت راك تسوق السيارة، راك في العام، راك تمشي في الطريق، عود نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهذه الصيغة، هناك صيغ كثيرة كلها صحيحة، لكن هذه من أفضلهم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، لأنها توافق القرآن. يعني الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا وسلموا. نحن نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل، وهكذا. أو كالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كذلك، لكنها طويلة. الأولى اللهم صل وسلم على نبينا محمد، احتاج هذا الأمر، والله يا أخي حياتك تتغير، ستسمع، ستسمع فضل الإكثار، الإكثار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الإكثار من الصلاة، ليس مجرد الصلاة. أولا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، لما في آية الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لمكانته، جمع الله عز وجل له هذه الفضيلة من أهل السماء، أهل الله عز وجل والملائكة في السماء يصلون على رسول الله، ونحن في الأرض نصلي ونسلم على رسول الله. إذا اجتمع له الثناء في العالم العلوي وفي العالم السفلي، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عبد الله ابن تسر رحمه الله، يقول الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعظم العبادة. قيل له ليه؟ معلش، قال لأنها عبادة تولاها الله وملائكته، ثم أمر سائر المؤمنين بذلك، وليس كل العبادات كذلك. قال لك العبادة الوحيدة اللي فعلت في السماء قالها رب سبحانه والملائكة وفعلها أهل الأرض. هل تعلمون عبادة فعلت في السماء وفي الأرض؟ لا تعلم إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون عبادة قالها الله ثم أمرنا بها؟ إلا الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لهذا قال هي أجل العبادة، فعلت في السماء وفعلت في الأرض. باقي العبادات فعلت في الأرض، أو فعل بعضها في السماء وبعضها في الأرض. إذن هذه فضل الإكثار من الصلاة على رسول الله. الآن إذا أنت أكثرت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيما سجد، ما قريت قرآن، ما تصدقت، من أقل صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وحدها عبادة، وحدها عبادة، وعبادة جليلة ترفع صاحبها عند الله. أولا الذي يكثر الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعد من رسول الله أن تدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. رسول الله يشفع بك حتى تدخل الجنة. لما؟ لأنك إنسان كنت تكثر الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند حسن من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه، واسمع جيدا عبد الله، من صلى علي حين يصبح عشرا، شو ما يخدمش عشر مرات في الصباح، من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا، نتيجة حلت له شفاعتي يوم القيامة. حلت له شفاعتي يوم القيامة. محروم الذي لا يصلي على رسول الله يا أخي، محروم عليه الصلاة والسلام. إذن من يصلي تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين،
من أعظم أسباب إجابة الدعاء. نحن اليوم مشكلاتنا يقول لك أنا أدعو وأدعو وأدعو ولكن لا يستجاب لي. اعلم أن من أسباب إجابة الدعاء الإكثار من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة كي تكون تدعي عند الدعاء. لهذا من آداب الدعاء، هذه يسميها العلماء فقه الدعاء، كيف ندعو الله. من آداب الدعاء تبدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله قال: ما من عبد يدعو الله إلا ويبدأ بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله ما شاء، ثم يختم بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الله يقبل الصلاتين. معروف هذا، صلي تقبل، صلي على النبي تقبل عبادته. قال: فإن الله يقبل في الدعاء، صليت مع الأول صليت مع الأخر. قال: فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم أن يرد ما بينهما. يقبل لك الصلاتين حتى ذاك الدعاء اللي بينكم راح يقبله. فمن أسباب إجابة الدعاء الإكثار من الصلاة على رسول الله. لهذا كان علي رضي الله عنه يقول: كل دعاء محجوب، محجوب يعني ما يصعدش، لا يصعد إلى الصلاة، كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب إجابة الدعاء، تحل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا واعلموا عباد الله أن أشقى الناس رجل لا يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كي الناس يا إخوان ما يعرفوش هذه المعاني، كي الناس لا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا قال عليه الصلاة والسلام، اسمع، قال فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة قال: رغم أنف عبد رغم يعني من الذل، هذه إشارة أن صاحبه يعيش في الذل، رغم أنف عبد لا يصلي عليه. حياته كلها في الذل عياذ بالله، صح والله أمر مشابه. الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعيش الذل ويعيش الشقاء، كما في الحديث الذي رأينا، حديث جابر عند ابن حبان لما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام في الدرجة الثالثة قال آمين، فسألوه قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد شقي من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. قال: فقلت آمين عليه الصلاة والسلام. إذن من فوائد الصلاة عليه تحل الشفاعة، يجاب الدعاء، وهناك أمران آخران عظيمان جليلان يعطيك الله إياهما إذا صليت على رسول الله، نراه بعد حين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم نشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. أيها الأفاضل، ومن فضائل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هي تروى عظيمة من الأجر والحسنات، ويغفر الله بها بالصلاة، يغفر بها الذنوب والسيئات ما لا يخطر على ذلك. واسمع، روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما طيب النفس يظهر على وجهه البشر. يقول أبو الدرداء أو أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري قال: أصبح يوما النبي عليه الصلاة والسلام طيب النفس منشرح يظهر على وجهه البشر، يعني الفرح. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إننا نراك طيب النفس يظهر على وجهك البشر. فقال: أجل. ثم ذكر السبب، قال: أتاني آت من ربي عز وجل في المنام، كما قال، أتاني آت من ربي عز وجل فقال لي: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، قال لي: يا محمد أترضى أن أعطيك شيئا
يغفر الله به لأمتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمته عليه الصلاة والسلام. أترضى أن نعطيك شيئا يرضيك في أمتك؟ قال قلت أجل. قال فقال ذلك الملك للنبي عليه الصلاة والسلام: من يا محمد عليه الصلاة والسلام من صلى عليك صلاة من أمتك، صلاة واحدة، كتب الله له بها 10 حسنات وحط بها عنه 10 سيئات ورفعه الله بها في الجنة 10 درجات، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، صلاة واحدة. تخيل أنت في اليوم تصلي 100 مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. هذا كان سببا أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح فرحا يظهر على وجهه البشر. من صلى عليك صلاة 10 حسنات تمحى 10 سيئات يرفعك الله بها 10 درجات في الجنة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. في رواية قال له: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله بها عليه. أنت كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك الله عز وجل، وكلما تسلم عليه يسلم عليك الله عز وجل. قد يقول قائل الآن: لكن كيف هي صلاة الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن الله وملائكته يصلون. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. الله عز وجل يصلي على رسول الله بحيث يذكره. الله يذكر رسوله في الملأ الأعلى عند الملائكة ويزكيه عنده. هذه صلاة الله على رسول الله، هي الدعاء. الله عز وجل يذكر رسوله في الملأ الأعلى بأجمل وأحسن وأعظم وأجل أوصافه عليه الصلاة والسلام. ربي أنت، الله عز وجل يذكرك ويسلم عليك. من أنت حتى يسلم عليك الله؟ من أنت حتى يذكرك الله في الملأ الأعلى إذا صليت على رسول الله؟ من صلى عليك صلاة صلى الله بها عليها، في رواية 10، وإذا سلمت على رسول الله سلم الله عليك. إذن هنا تعرف أيها الأفاضل، صحيح محروم لما يصليش على النبي عليه الصلاة والسلام، شقي الذي لا يصلي على رسول الله. نعتاد نتربى وندعو الله أن يوفقنا، خاصة النساء كذلك. أخ كريمة، أنت راكي في المطبخ، في البيت، في أعمال المنزل، اعتادي أنك يعني كاين النساء هداهن الله تعمل يعني ما نبيش يعني تكون في شغل منزلها تسمع الغناء أو حتى لا تسمع الغناء، لكنها تعمل فقط. اغتني من تراكي في الأجر، زيدي عليه أجر عظيما. عودي نفسك، قضية تعويد، عودي نفسك: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وانت كذلك تمشي في الطريق، راك تنتظر، راك عند الطبيب، راك كذا، حنا يقعد بسوايع عنده موعد بالساعات وهو جالس. يا أخي كما اغتنمها، والله ستسأل عن هذه اللحظات بين يدي الله، نفسك ستسأل بين يدي الله عنها. إذن هذا الأمر الثالث، احفظوا عني جيدا: من أكثر الصلاة تدركه الشفاعة، يرفع دعاؤه، الأجر والثواب ومغفرة الذنوب والسيئات. وهذه الأخيرة يا إخوانا، الأخيرة من أجملها وأجلها وأعظمها، إذا كنت تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أقولها لكم بل اسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والإمام الترمذي في سننه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وغيرهم، من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي بن كعب يا إخوان من سادات الصحابة ومن قراء الصحابة، يعني من أعلم الصحابة بالقرآن وأحسنهم فيه. المهم، أبي بن كعب قال مرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنني أكثر من الصلاة عليك، أنا إنسان صلي عليك كثيرا، إنني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني الصلاة تقصد بها الدعاء، يعني عندما أكون أدعو كم أخصص لك من دعاء، عندما أكون أدعو كم أخصص لك في هذا الدعاء من الصلاة عليك؟ قال: كم أجعل لك في من دعائي في صلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، صلي علي ما شئت في دعائك. فقال أبي: الربع يا رسول الله، يعني ربع دعائي صلاة عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شاء
وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي إذا أجعل لك في دعائي نصف صلاتي عليك، نصف دعائي صلاتي عليك. فقال عليه الصلاة والسلام ما شئت وإن زدت فهو خير. فقال أبي أجعل لك، أجعل في دعائي ثلثي دعائي صلاة عليك. تقريب كل دعاء أنا أقول اللهم صل وسلم على النبي محمد. فقال عليه الصلاة والسلام ما شئت يا أبي وإن زدت فهو خير لك. فقال يا رسول الله إذا أجعل دعائي كله صلاة عليك، دعائي كله من الأول والآخر اللهم صل وسلم على النبي محمد. هنا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام تجعل كل دعائك صلاة عليه. قال أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا يا أبي تكفى همك ويغفر ذنبك. الهم اللي يكون عندك يحيرك الله عز وجل، جوع ويغفر ذنبك. رسالة إلى كل مهموم، إلى كل مغموم. أخي الكريم اجلس لحظات وحدك بينك وبين الله، واجعل كل تلك اللحظات صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جرب وستعرف أن الله سيرفع عنك الشقاء والبلاء والعناء ويعوضك بها راحة البال واطمئنان النفس وانشراح الصدر. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هذه هي الصلاة على رسول الله، هذا هو فضلها أيها الأفاضل، وخاصة خاصة خاصة يوم الجمعة. أكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. تصل كل واحد منا تصل صلاته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الأفاضل، هذا هو فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال القائل سألت نياق الحي عن أكرم الورى، نبي بين البرايا معظما، فقلت لها يا نوق أين محمد؟ فقالت بطيبة مقاما مكرما. فقلت لها هل نبع الزلال من كفه؟ قالت وقد أروى الجيوش من الضما. فقلت لها يا نوق هذا محمد؟ قالت فقد صلى عليه الإله وسلم. اللهم صل على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله الحليم الكريم أن يعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء النيران في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء النيران في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء النيران في شهر رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا القرآن والصيام والصدقة والإحسان والقيام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا ما تم إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.